انت على الصدفة فوق. هو كابتن زكي مش موجود عندكم هنا؟ زكي مين؟ زكي عبصير، ده صاحبي قوي بقى. في حد من القروه اسمه زكي عبصير؟ ما عندناش الاسم ده. ايوه موجود عندكم، ده الحته بتاعتنا كلها عارفه كده. يمكن على مركب تانية. الكابتن زكي اللي انا قصدي عليه ابوه بقى فسخاني عندنا في السيده زينب. احنا مالنا ومال والده؟ بقول يعني كنت تفتكروه من ريحته. ارجوك اتفضل ما تعطلش دكتور. زكي اهلا ممدوح. ايه ده زكي اللي بتعمله ده؟ يالا ازيك يا ممدوح؟ ما ايه حكايه الكابتن انت هريلي بيها في الحته دي؟ ده كلام بس عشان الجيران يحترمونا، ما انت عارف الدنيا كلها مظاهر. شاطر بس تقولي سافر وانا نايمك ابدع نومه. ما احنا فيها في ايه يا جدع بلانيله؟ ما الحكايه باينه ايه؟ وشرفك هتنام في ابدع كابينه. هات شنطتك وتعالى ورايا. على فين؟ كابينه نمره 3 لوكس فاضيه، الظاهر ما حدش حاجزها، وننام فيها. وبعد شويه تنزل انت من المركب وتدبي سنه في مصيبه. الله اطمن، المركب هتمشي خلاص. قوم يلا قوم قوم. مساء الخير. في عرضك بلاش فضايح. اهدي اعملي معروف. اهدي امسكي اعصابك. امال انت مين؟ انا عبد من عباد الله. حرامي؟ معقول حرامي في وسط الميه؟ ثم حسر ايه والكابينه فاضيه بتنش؟ الموضوع استهانم وما فيه. انا لازم اسلمك لوطان الملك. صحش، انا شاب محترم وابن ناس، ثم ان الموضوع ما فيه. مفيش شاب محترم يطلع من تحت السرير. ازاي ده؟ كل الشبان المحترمين بيطلعوا الايام دي من تحت السراير، وده الناس طيبين قوي بيطلعوا من تحت السراير. ثم ان مساله فوق سرير تحت سرير دي مساله ظروف مالهاش علاقه بالاحترام. الموضوع ما فيه. مش عايز اسمع منك ولا كلمه، ولو نطقت بكلمه واحده هسلمك لقطان المركب، فاهم؟ اتفضل اطلع بره. انت واقف متنح كده ليه؟ ما تنطق في ايه؟ مش سعادتك قلت لي ما تنطقش؟ وديني بقول لك انطق. لا، ما انا كمان ليا شخصيتي، وفي موقف زي ده لازم حضرتك تحددي وبكل وضوح، انطق ولا ما انطقش؟ في ايه؟ خلصني. ممكن اخد شنطتي من تحت السرير؟ اتفضل خدها وخلصني. لما انت هتنامي لوحدك على سريرين؟ اتفضل بره. اصل الموضوع ما فيه،
قلت لك بره لوحدك على سريرين دفترك. الله العظيم افترق. في ايه يا مؤاخذة؟ عادي العشاء. والله جه في وقته. الجماعة بتوع المركب دول ما بينسوش حاجة أبدا. يلا يلا قوموا اتعشوا. انت تاني دي بلاش اتعشى انا ولا ايه؟ تأمر بيه يا سعادة البيت؟ هو مش المهم امر بايه، المهم انتوا حاجاتكم كويسة ولا اي كلام يعني؟ لا يا فندم بإذن الله هكون مبسوط. تسمع التذكرة؟ تذكرة ايه؟ احنا في اتوبيس؟ وانت جرسون ولا كومساري؟ سعادتك فهمني غلط. هو هتكون فاكرني ان انا راكب سفلان. الناس دي عليها حاجات ما بتعرفش تتعامل مع الشخصيات المحترمة ازاي. حقيقي. انت مالكش اكل عندنا هنا؟ ماليش اكل هنا؟ امال ايه اكل فين؟ هنديها تسول على المركب يعني ولا ايه؟ هنا درجة أولى وبس، أنت مالكش أكل على المركب هنا، اتفضل، ما تعطلناش، اتفضل بره، اتفضل. رمية التذكرة دي يعني ممكن تضيعها. المواصلات بقت زي الزفت. اتفضل يا أستاذ. طيب. الواحد يركب ايه بقى؟ مش عارف. مش عايز اي خدمه، اي خدمه على المركب انا تحت امرك حقيقي يعني. طب اي سندوتش اي. اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل. محدش مستريح في الزمان ده غير بتوع الدرجه الاولى. يا بني آدم. الله راجعين حاجة في عفريت هنا. شو بقى حركات العيال دي؟ انا ما احبهاش. قصدك ايه؟ قصدي كل واحد طبع ملاقوش يا بني ادم. انت اتجننت؟ اتجننت ولا كرشك اللي اتجن؟ ايه؟ والنبي عايزين عيش يا عم الريس. عيش تشكر اخويا ربنا يخليك. يا جدع مد ايدك ما تتكسفش احنا جدعان قوي. انت صدقت. تلعبوا ايه؟ تلعبوا ايه؟
صباح الخير. زعلها وحش قوي الست دي. سر قبطان وطاق مضافرة أن يرحب بكم ويقدمون لكم هذا الحفل احتفالا بكم، ونرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا. ودلوقتي نبدأ المسابقة. المسابقة يا جماعة بين أربع ركام، ها مين يحب يشارك معنا؟ طب يعني اللي هيشترك يرفع ايده فوق كده. طب اوكي اوكي، اللي هختاره منكم يجيني هنا ويجيب كرسي معاه. ماشي. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. اتفضل حضرتك، اتفضل استاذ. مين تاني؟ طب اتفضل سيادتك، اتفضل. اتفضل حضرتك. بس كفايه كده قوي قوي. ودلوقتي اسمحوا لي اشرح لكم المسابقه. كل واحد من السادة المشتركين هياخد بالونة ومنفاخ، وكل واحد هيقعد على المنفاخ ويحاول ينفخ البالونة، واللي بالونته هتفرقع الأول هياخد جايزة المسابقة. بسرعة لو سمحتوا، بسرعة. أيوة. ها 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 يا جماعة، إيه جاهزين؟ كله تمام؟ هنبدأ. يلا تلاتة اتنين واحد زيرو. كفايه كده والف مبروك يا سيدي. اسمحوا لي اقدم لكم الفايز الاول. اسمح لي دلوقتي اقدم لك الجائزه الاولى. بالونه بدل اللي اتفرقعت. والآن نترككم مع أنغام الموسيقى. كنت كويس أنا مش كده؟ قولي لي مبروك. احسنت يا استاذ. هايل يا كابتن. انا مش لسه واخد بطوله البحر الابيض قدامك؟ تكونش حضرتك فاكر انك اشتركت في الاولمبياد؟ اكتر ده انا مفرقع بالونة بحالها والواحد. ايوه كده فكيها، بحبكها قوي كده ليه؟ مفيش حاجه في الدنيا دي كلها مستاهله. وبعدين انت عايز ايه بالظبط؟ نفسي تديني فرصه، اصل موضوع ما فيه تاني. ما قلت لك مش عايز اسمع حاجه عشان ضميري يستريح. طيب اتفضل قول. اصل انا ست هانم راجل ابن ناس، انما بالنسبه لظروف الماليه مش ابن ناس قوي يعني. فانا التذكره بتاعتي اصلها على السطح، واخده بال حضرتك؟ فلاقي واحد صاحبي بيشتغل في المينا قال لي الكابينه بتاعتك واخده بالك فاضيه والمركب هتقوم، ما تروح تنام فيها. قلت له اوكي. دخلت الكابينه ولسه هحط دماغي وهتقلط في النومه بقى. جيت حضرتك رحت انت نازل تحت السرير. ما انا ما لقيتش حته تانيه استخبى فيها. طب ونمت ازاي الليله اللي فاتت؟ نمت هنا على السطح في الهواء الطلق. ياه ده انت تاخد برد كده. لا ده احنا عيال بقى ولاد بلد متربيه في حواري وصحتنا تستك في الحديد. امال ايه؟ شفت ازاي بقى انك خدت برد؟ لا ده شويه سل خفيف كده ما يهمكيش. دي أول مرة تسافر على مركب؟ لا أنا سافرت قصدي مرتين وأنا طالب، ودلوقتي بقى أخدت البكالوريوس وخارج أجرب حظي. تفتكر يعني هتلاقي شغل بسهولة؟ والله بقى بسهولة بصعوبة ما تفرقش معايا، المهم إن أنا مصمم على النجاح.
ثقتك في نفسك كبيرة. يعني انت مزعلانة مني؟ يهمك تعرف. طب ما هو اصلي لو ما كانش يهمني اعرف ما كنتش اتنازل عليك عشان اكلمك واشرح لي كل حاجة. المرة دي جت سليمة، بس اوعى بقى تعملها تاني. معقولة؟ كل شوية اقعد انطلق بقى ولا ايه؟ طبعا اذنك، اروح ارتاح شوية لحسن المركب هتوصل الصبح بدري. مع السلامة يا فندم. انا هكون في الاوتيل ده لمدة يومين، لو احتجت اي حاجة بقى اتصل بيا. متشكر اوي، حقيقي متشكر اوي. والله ظريفة اوي الست دي. الو، اكسكيوز مي مدام، فين الريسبشن؟ في ايه؟ انا كنت نايم في اسد النومه، لقيت الباب بيخبط، قلت مين؟ البوليس. قلت يا لخوي انا ما نخبس البوليس ده ليه؟ ما كنت في مصر، كنت كل ليلة نباتوا في التخسيبه كراكون بولاك، وده لسني على الخمره بتاعنا مخصوص. والله ولا مخصوص ولا حاجه يا اخينا. البوليس جه وصحاك وعايزك. انا مالي انا؟ البوليس مش عايز انا يا مدام، البوليس عايزك انت يا مدام. انا كلاسي هاتسي اوشي ملاي كتلبي. باركالو. تفضل. ريستو بارابولي اكسو. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. شاكرين قوي يا جدعان. ريستو بارابولي يا خرج. اي اي زعلانه مش كده؟ على كل حال حضرتك قلت لي لو احتجت اي حاجه ابقى اتصل بيا. مش معنى كده انك تصحيني الفجر وتجيبني اسم البوليس. معاك الحق يا بايخ، لكن اعمل ايه؟ قالوا لي هتدفع التعويض لصاحب المطعميه تتحبس. انا مش قادر افهم، انت جاي تدور على شغل ولا على مشاكل؟ يا ست هانم ده راجل نصاب وانطاجي. تصوري حضرتك حاطط تسعير على باب المطعم، قريتها عجبتني، قلت اتكل على الله واخش اتعشى. بعد ما اتعشيت بيديني فاتوره تقطم الوسط، ملهاش علاقه بالتسعير اللي على الباب خالص. جيت اتفاهم معاه زعقلي. رحت انت ضربه؟ انا كلمته، ده هم يا دوب نيتين وشلوتين وافتكر ركبتين وسيف يد وبس. بس وعضيته، عضيته في ال يعني عضيته. يلزم خدمة تاني؟ طب ممكن اعرف عنوان حضرتك عشان لما ربنا يفرجها ابعت لك الفلوس اللي انت دفعتها لي. اذا كان على الفلوس انا مش عايزاها، واكون سعيدة جدا لو مشفتكش تاني. لا ما هو انا لازم اسدد اللي عليا. وانا مش عايزة يا اخي. مقاية قوي الست دي. يعني عاجبك كده؟ ما نامش طول الليل وكمان مفيش بقسيس؟ حظك كده بقى، هتعمل ايه؟ امال مين هيدفع الاوفر تايم؟ ده لولا انا كان من زمان سنقوك عند الاسماوي بتاع اليونان. يا عم حل عن سماي، هو انا لا اكل؟ ده انا على الحديده. الحديده؟ ايوه، تشتري الحديده. انا برضو كنت في مصر وجدع. انا سفلك سفل. بتتكلم جد؟ Dinner is ready, sir. Dinner is ready. طيب تعالى بقى بحاجة. بكشيش something.
حتى الخواجات بقوا كحيته لعل ابوك ولا تكلم. يا عيني. دينر العشاء. دينر يعني هتتعشوا ولا هتبوسوا؟ حددوا موقفكم بالظبط. بوس ولا عشاء؟ مسيو يا مدام ولا هم هنا؟ دينر يا جماعه دينر مش عايز انت دينر. عشاء العشاء. اوكي اوكي. يا عيني يا عيني. لا العيد. لا بجد العيد. لا يعني نظام تمام. عشاء ايه اللي هتتعشوه؟ اللي انتوا بتعملوه ده اجدع من العشاء 100 مره. ما احنا طول عمرنا بنتعشى، خدنا ايه من العشاء؟ مش معقول. بتعمل ايه هنا؟ يعني زي ما حضرتك شايفه بخش كل اوضه اقول لهم دينا نزل دي واقعد اتلكح شويه اتنحنح علشان يدوني البقشيش ومحدش بيعبرني فباخد بعضي وامشي. بيبقوا في حالات غريبه كده. مش معنى اللوكاندا دي بالذات اللي بتشتغل فيها؟ فاكره حضرتك الراجل اليوناني اللي كان بيترجم لنا في الاسم؟ ايوه. جه بعد حضرتك ما مشيتي عايز الاوفر تايم بتاعه، لما عرف ان انا مفلس صعبت عليه شغلني معاه. طب والله كتر خيره. طب حافظ بقى المره دي على اكل عيشك. ان شاء الله يا فندم. خدمة تانية يا فندم؟ لا متشكر. هو حضرتك هتسافر بكرة؟ إن شاء الله. في الحقيقة أنا عمري ما هنسى طيبة قلبك وكرم أخلاقك. أنا ما عملتش حاجة. ثم إحنا ولاد بلد واحدة والمفروض نساعد بعض على قد ما نقدر. يعني مسامحاني؟ مسامحك. متشكرة يا فندم. في الحقيقة يعني أنا متشكر. إن جيت للصراحة يعني شكرا أوي. أستاذ ممدوح. نعم نعم. محتاج الفلوس؟ لا يا فندم شكرا، أنا دلوقتي الحمد لله بقيت موظف محترم أهو. على كل حال لو احتجت لأي حاجة من هنا لبكرة أنا تحت أمرك. يا فندم أنا متشكر أوي، وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. أنا متشكر حقيقي يعني. احترمني في اللوكاندا بالطريقه دي. لا الخواجات مؤدبين، ست مهذبه صحيح. هلو دو كلبي فوزات. يعني دو كلبي فوزات دو كل موليفر. احنا في الاعداديه خدنا اورفار بابا اورفار ماما. من اي بلد؟ اي ام ايجيبشن. جو سي يو عمر شريف. نو اي ام عمر الجزاوي. كيزمي. نو كيزمي. اي كام. نو مدام. كيزمي مدام. كيزمي. لا كنت جيت قبل كده ب 80 سنه ممكن. موني. نو نو مدام. نو مدام. كيزمي بليز. كيزمي جون مدام. نو نو مدام بليز. موني مدام. نو عمر شريف. عمر شريف. عمر شريف. عمر شريف. الحقيقة استهانم. ايه في ايه مالك؟ واحدة ست هي عائلة صغيرة وزي القمر بس عايزة تعتدي عليا. تعتدي عليا. اهي عمر شريف. عمر شريف. شفت بقى؟ شفت حلاوتها؟ عيلة عيلة. جتام جتام عمر شريف. ايه ده؟ جتام عمر شريف. جتام. شوفها مالها؟ مدام يا جميل فوق الله يخرب بيتك هتودينا في داهيه.
ماتت. هتعملي ايه؟ هكلم مدير اللوكاندا. اعملي معروف بلاش احسن، لو عرفوا ان انا السبب هيقطعوا عيشي. يا سلام، وعايز اسيب واحده ميته في اوضتي عشان يقطعوا عيشي بدل ما يقطعوا عيشك. اه مظبوط طبعا. طب انا هقول لك على حاجه، احنا هنستنى لما رجلي تخف في الطرقه شويه، اجرجرها على اوضتها وانا مش شايف ولا من ديري. انت اكيد مجنون. لا هو انا مش اكيد مجنون، انا اكيد منحوس. قدامك اللوكاندا واسعه، ما لقيتش الا اوضتي انا تجيب لي فيها البلاوي دي. مش انت قلت لي لو احتجت حاجه باجي لك؟ لكن مش تجيب لي معاك قتيل. هو انا كنت قاعد مع عزرائيل على القهوه وقال لي انها هتموت هنا؟ ده عمار يا فندم والاعمار بيد الله. طب اتفضل شيلها من هنا حالا. طيب حاضر. طب معاكي سلبة؟ مفيش سلبة هنا. طيب طب ايه؟ طب ايدك معايا استهاني من فضلك. كان مالي انا بس ومال ده كله؟ ده ما تخافيش، دي ميتها مش هيحصل منها حاجة، وبعدين كلنا سوف نقود هذه الرغدة، في آخر الأمر جميعا سوف نقود هذه الرغدة. يلا جميل، يلا استهاني. يا ربي. استنى بقى ايه؟ شوف شوفي ربنا سبحانه وتعالى ما اتحضنتش وهي عايشه تقوم تتحضن وهي ميته. ربنا سبحانه وتعالى له حاجات. عمر الشريف نفعك يا اختي. ليك روحك بيت يا مريض وضمني. انا بقولت انت بلغ اللوكاندا احسن استهانم. بلغ اللوكاندا ارجوك. بلغ اللوكاندا. باسبور باسبور. ما اخدوا الباسبورات ليه؟ عشان نشوف الاشماوي بتاع يونان هيشنوا مين فيكم. المركب وعليها 1000 راكب، وبالرغم من كده حظي الوحش ما يوقعنيش الا فيك انت. حظك منيل، نصيب بقى. والمصيبه انك قاعد ولا على بالك. يعني انا اعمل ايه؟ ارقع بالصوت الم اتينا عليا، اشد في شعري، اقطع في خلقاتي. اتصرف يا بني ادم، اعمل اي حاجه. هنعمل ايه؟ الوليه ربنا اكرمها واتكت على الله وارتاحت من الدنيا وبلاويها، واحنا مظلومين وهتتضح براءتنا ضروري. وامتى بقى ان شاء الله هتتضح براءتنا؟ هتتضح بقى وقت ما تتضح، احنا ورانا حاجه، ادي احنا قاعدين. الكلام ده تقوله لنفسك لانك صايع. عندك حاجة. أنا نسيت نفسي. أنا جاي أعتذر. الموقف اللي اتحطيت فيه خلاني اجرح شعورك بكلام انا مقصدوش. مفيش حاجه، الكلام اللي قلتيه هو الحقيقه. ابدا، انت شاب شريف ومكافح وده مش عيب، بشويه امل وشويه صبر ان شاء الله هتوصل. ليش ما حضرتك كنت بتتكلمي كده يا ولد؟ كنت من الفقراء اللي زينا. يا سلام، وليه ما كنتش افقر منك وتعبانه في حياتي عنك كمان. النبي استهان، مش عايزين تريقه، كفايه اللي احنا فيه ده، في واحدة قتيلة فوق لسه ما اتدفنتش. أنا بتكلم جد، صدقني. شوف يا أستاذ هانم، أحب أقول لك على خبر هام. اتفضل قول. إحنا قبل ما خلصت قوي نفهمها وهي طايرة. وبعدين؟ بس، انتهى الخبر الهام. وإيه رأيك بقى يا أستاذي اللي بتفهمها وهي طايرة؟ إني بشتغل مربية عند عيلة مصرية عايشة في الخارج. شفت بقى إزاي إن كفاح مش عيب؟ الله، والكابينة اللوكس اللي على المركب، واللوكاندا اللي تلوح. كل دول كانوا محجوزين للهانم اللي بشتغل عندها، ولما اخرت سفرها سبقتهم انا عشان اوضب لهم البيت. ورحت عامله فيها بنت ابو علي. يلا، حد واخد منها حاجه؟ وهرتينا قلاطي اهو تسالي. الله يخرب بيت شيطاني، ده اللي كان يشوف الفشخره بتاعتك على المركب يفتكر انك انت امبراطوره. الله العظيم. يا خساره، الاسماء والتخينه ملوش خاز المره دي، تلاقيته براء. الله يخرب بيتك، وده حاجه تزعل. على يا خال، انت مفيش شغل معايا من النهارده. ما انا عارف اني مرفوض من غير ما تقول، وهي اللوكاندا دي زريبه. الخريف اسود، انت عملته ساكنه معانا كمان؟ لا شوف اما اقول لك. المهم انا ممكن اسافر النهارده؟
ممكن مدام، بس ما الكيس دوا بالراجل السودالي ده. يا جدع عيب حسن ملافظه، مش حال ما اخدتش خواجه. عن اذنكم. بتبص على ايه؟ بص لي هنا. سانتا بتاعك اهي، وريني ارض كتافك. انا مش همشي من غير ما اخد تعويض. شوف حبيبي، هنا في اللوكاندا في عندنا خمسه راجل زي الخيطه. بيسارة واحده ممكن يجي يتفاخر معاك. خمسه خمسه؟ خمسه خمسه. زي الخيطه؟ زي الخيطه. السلام عليكم. اشوف وشك بخير. لا معلش هوصلك المطار. مفيش داعي، انا سافرت قبل كده كتير وعارفه السكه. لا 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 لا، هوصلك المطار. تروح شمال تيجي يمين برضه هوصلك المطار. بس عشان ما اعطلكش. هو في صايع بيتعطل؟ يلا. يعني سفري اكل عيش. هما بيدفعوا لك كتير في الشغلانه دي؟ يعني يا دوب. طيب مبسوطه من الشغل معاهم؟ جيت لي الحق. لا انما مفيش انما. لا ما هي عادله ولا مبسوطه، ليه تروحي لهم؟ امال هعمل ايه؟ خليكي معايا، ايدك في ايدي نكافح سوا، وبكره باذن الله هتشوفي هنكسب قد ايه. وليك على اللي بيدفعوا لك في سنه هنكسبه احنا في شهر. ما هقول. انا جربت الشغل بره وعارف، وخدمه بخدمه بقى المكسب اجدع. وهو تعملي حاجه لمستقبلك. ايوه بس دول كانوا يزعلوا قوي. اللي يزعل يشرب من البحر. اسمعي كلامي وابعتي لهم جواب استقاله. صدقيني هننجح وهنبقى اخر عال. انا حاسس ان قدامنا هيبقى خير على بعض. واضح جدا. بدليل ان احنا في يومين اتنين رحنا اسم البوليس واتهمونا في جريمه قتل، ولسه مين عارف. وماله، اللي اوله صعب اخره راح. قلت ايه؟ موافق مش كده؟ طبعا الحمد لله. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا كنت واثق انك انت هتوافقي. استنى هنا يا اسطى. ستوب هير بليز يا اسطى، ستوب هير بليز يا اسطى. يلا انزلي انزلي، الخيرة فيما اختاره الله. بالذمة انا مش مجنونة اللي سمعت كلامك. طبعا، بس انا عايز اقولك على حاجة. انا اللي يمشي ورايا يكسب. قصدك يغرق؟ يغرق في النعيم والعز. قولي انت دايما واخد الدنيا قفش كده؟ ما هو يقفش انا هتقفشني هي. قول نتغدى هنا ولا نشوف حته ارخص؟ لا نستنى ما نشوف حته ارخص. برافو عليك، انا يعجبني الست المدبره. نظامنا ايه بعد الغدا؟ نشوف حته رخيصه وظريفه ننام فيها، وبكره الصبح بدري هنسافر على بلد صغيره هنا عنوانها معايا. في واحد صاحبي كان بيشتغل جرسون في مصر، هو هاجر هنا. هو وعدني هدور لي على شغل اول ما اوصل. طيب خليني وراك اما اشوف اخرتها. اخرتها طين طبعا. طبعا مش هتشيل انت حاجه هنا؟ لا جنتل. جنتل انا. مش انت الراجل؟ اتدبس انا بقى عشان جنتل. الله العظيم. لا عشان انت الراجل. انا الراجل اتدبس انا يعني. ايه رايك في اللوكاندا دي؟
كويس، بس تلاقي الليله فيها مليون جنيه. قصدك ايه؟ قصدي ندور على غيرها. غالي جدا. ايه؟ اوعى تقول انه غالي. والله غالي. ما هو لازم ننام. ايوه بس الفشخره مش كويسه للي زينا. فشخره ايه بس؟ طب اسمعي، انا جات لي فكره. قول وربنا يستر من افكارك. قالوا لي في الاستقبال ان في اوضه فاضيه في الدور الثالث. انا هروح اجازها لوحدي علشان تبقى رخيصه، وانت تحصريني بعدين، ولا من شاف ولا من داري. ايه؟ ننام في اوضه واحده؟ وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ يا ستي لو طلعت مش ولا بد، ابقى قاعد بالصوت ولم عليها العالم. تعال هنا. الدور الثالث، ها؟ ما تنسيش. عليا النعمه، انت مجنون رسمي. تنحلي كده ليه؟ ها؟ بقشيش. نو اي ام بوليس. بوليس عندنا ما بيدفعوش بقشيش. ها؟ يلا حبيبي، مع الف سلامة. جود باي. باي باي. تضحك على ايه؟ تضحك على ايه؟ مش مصدقه طبعا اللي حصل. ايه؟ ما شفتيش قبل الواد اللي بلد مفتح وبيضحك على الخواجات؟ لا. اديكي شفت. ايوه بس واحده زيي ما كانش المفروض تعمل كده ابدا. بقول لك ايه؟ ده كده حلوين قوي بالصلاه على النبي. سيب بقى الغلطه بتاعت المركب. ها؟ حاضر. انزلي تحت السرير. نعم؟ انزلي تحت السرير. ازاي ده بقى؟ انزلي تحت السرير، احنا واخدين اوضه نفر واحد. معقوله دي؟ حبك قوي الورد دلوقتي، حبك. Thank you very much. No بقشيش. I am Egyptian police. ما بيدفعوش بقشيش. مع السلامة. يلا يا جماعة اللي تحت. نعم. ما تطلعوا على السطوح شوية. انزلي تحت السرير. ايه ده انا لحقت؟ انزلي تحت السرير، الاوضه نفر واحد، انزلي تحت السرير. معقوله دي يا ربي؟ استنى عليا. حاططني في دماغك انت بقى، مفيش في اللوكان ده حد غيري. ثانك يو فيري ماتش، اند نو بقشيش، وار ايجيبشن بوليس. مع السلامه. بتضحك على ايه؟ شوف الزمن، من كام يوم كنت انا تحت السرير، النهارده انت اللي تحت السرير، سبحان الله غير الاحوال. يلا والله لا اللي فوق السرير مستريح ولا اللي تحت السرير مستريح. يا دمك يا اخي. طب حقك عليا، ما تزعليش. ما هو لازم تفهمني. وطي صوتك لاعرفوا اللي احنا اتنين. ممدوح، خليك فاكر ان انا قبلت ان انا اجي معاك عشان نشتغل ونتعب ونعمل مستقبل وبس. واضح؟ واضح يا فندم. يلا نامي احسن، انت ليك هلكتي بالله في طول النهار. حاضر. طيب وانت؟ انا هنام انا كمان. يعني ايه هتنام انت كمان؟ الامور حراسه على الباب، هنام على الكرسي، انت هتنام هنا وانا هنام على الكرسي. الله، طب وايه اللي خليك تنام على الكرسي وفي سرير تاني؟ لان لو نمت على السرير التاني الصبح هيعرفوا ان احنا اتنين مش واحد. ويتهدي كل اللي عملناه. لا عندك حق، انما ايه الذكاء ده كله؟ لا بقى ده احنا عيال بنحسبها بالكمبيوتر. انا اسف بس اخد الوساده الخاليه. اتفضل.
ممدوح. لازم انت تبقي تحت السرير. اه الصبح كده؟ Good morning. Good morning. ايه ده؟ انت جايب اتنين فطار ليه؟ Excuse me, why two breakfast? One for you. Yes. And one for madam. أنتوا عارفين إنك أنت تحت السرير. يلا بينا نفطر بقى أحسن، أنا ميتة من الجوع. أنا اللي هيجنني بقى التدبيسة اللي أنا دبستها طول الليل على الكرسي ده. يتغزغز. بقول لك ايه؟ نعم. ناوي تعمل ايه بقى بعد ما انكشفنا يا حلو؟ انا بقى ناوي انيمك بارخص طريقه للنوم في اوروبا. عارف انها تقيله شويه بس بكره بقى هتتعود عليها. انا مش فاهمه لزوم الحاجات دي ايه. شوفي بقى يا ستي، ده اخر طريقه للنوم في اوروبا، اسمها طريقه النوم المريح في مواجهه الريح عندما تتمدد وتستريح. انت ناوي تنيمنا فين بالظبط؟ في اي حته اسمها لنا ربنا، المهم نحرص على القرشين اللي معانا لغايه ما نشوف اخرتها ايه. انا مستحيل اوافق على كده. بقولك ايه، انت صعت قبل كده؟ لا انا بقى صعت، ثم انا هنا راجل البيت، الكلمه كلمتي والشورى شورتي. هو فين البيت ده؟ اوروبا كلها بيتنا. صيحه حلوه حقيقي. وبعدين فرويد قال عيش صايع تد عدوك على قفاه. بكلمك بجد، صيحه جميله. يا رجلي. وبعدين طول ما انا واقف جنبك مفيش ولا عربيه هتقف. بقول لك ايه، انا هستخبى ولما عربيه تقف لك هطلع لك على طول. طيب استخبى. طيب بليز take me to folly romani. Thank you very much. Thank you sir. Thank you. استنى. استنى عليك وعلى اهلك. شوف
وات هابند يا اسطى؟ بوش بوش جيف مي بوش مي مي عايز زقه بوش. وانتوا كمان هنا عندكم زق؟ وانا فيها حيل عشان ازق. ازق كمان. الله 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 يا ابن الحراميه. Come here, come here. I love, I love. Stop. I love you. Mendoh, Mendoh. I love you. Come here. Please, please. مساء الخير يا اخويا. Mendoh. انت فاكرنا ايه؟ ده احنا صيع قوي. انت فاكر نفسك ايه؟ ده احنا من الضرب الاحمر يالا. انت هون. اقف اقف. Stop. اقف يالا. شرب يا ابني الكلب. هديله على دماغ كويس اللي انت عملته في نفسك ده. انا بصراحة كنت ناوي اخلص عليه خالص خالص بقى، بس حسيت ان له اولاد ابرياء بيترجوني وبيقولوا لي بليز انكل ليف دادي دادي كول هيز كريزي لايك فول ان ان ان. يعني مستعد تاخد تأبيدة علشاني؟ تأبيدة مين؟ غلاوتك عندي تستاهل 15 تأبيدة واربعة اعدام. بلاش كده بقول. أنا مستعد أقول لك كل اللي أنت عايزاه بس بشرط تخلي إيدك كده على طول. ليه؟ لأن الوجع كله بيروح من لمسة إيديكي والعذاب بيهرب من نظرة عينيكي. يلا يا ريس بتاع الكلام. من فضلك خليك جد بقى شوية. قولي هتعمل إيه دلوقتي؟ هعزمك على غدا فاخر يرم جتتك. هات ده فرشنا السفرة. ايوه ايوه انا احفر. ده فول مدمس ورانا ورانا. هات ده عشاء القهوة. ده سروسي بقى القعدة. حنان. نعم. تيجي نعمل زي بتوع الاسكيمو. بيعملوا ايه؟ بيناموا كل اتنين في كيس. اكيد عندهم ازمة اكياس، لكن احنا الحمد لله كل واحد فينا عنده كيس. طيب تيجي نعمل زي بتوع سنغافورة. يعملوا ايه دول كمان؟ قبل ما يناموا بيبوسوا بعض من مناخيرهم. بقولك ايه، تيجي احنا نعمل زي بتوع مصر. بيعملوا ايه؟ بيناموا ويدوا ظهرهم لبعض. بس في مصر مفيش اكياس. بكره يبقى فيه. حق لو فكره الاكياس دي دخلت مصر تبقى مصيبه. كل ست تزعل من جوزها ترمي له كيسه في الشارع. تحبي اطفي لك النور علشان تعرفي تنامي؟ معاك مفتاح يوصل للقمر؟ لا ابدا، هي نفخه واحده بس باقي اللي هي. أنا
املك ايه في الحياه؟ امل اغتني ويبقى عندي الفلوس زكاية بزكاية ولاقي بنت الحلال اللي اتجوزها. واخده بالك من حته الجواز دي؟ واخده. ونخلف لنا 12 عيل وتبقى الحكايه اخر لخبطه. 12؟ حلوتهم كل اجازه واحنا خارجين نتفسح، كل واحد في عربيته. 12 عربيه، سته قدام وسته ورا، وانا وصاحبه الاسم والنصيب في عربيه مكشوفه في النص. والموكب ماشي والعالم واقفه، والموكب ماشي والعالم تزغرط، والموكب ماشي والعالم تعيط. الله، طب وهيعيطوا ليه بقى؟ عشان لما هيبقى عندي 12 عيل لوحدي محدش في البلد هيلاقي ياكل. استوب هنا يا عرباجي، استوب هنا يا علي، استوب هنا يا علي عوض، استوب يا اخويا. ثانك يو. خير استوب بقى يا بولي. طب اخويا ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو ثانك يو. افخرستو بارابولي، افخرستو. لو كنا عملنا الحركة دي في مصر كان العربجة قطعنا طبعا. بتهيألي هي القهوة دي. فكرك هتلاقي صاحبك اللي بتقول عليه؟ والله إذا لم يكن السيد عزرائيل قد تفضل بزيارته قبلنا يبقى هنلاقيه. وهيقدر يدبر لنا شغل. جرالك إيه؟ لازم يكون عندك ثقة وأنت معايا، يلا. يلا. سلام عليكم يا معلمين. نبي مصطفى بعرة موجود؟ سبيك إنجليزي؟ اتكلم عربي شوية شوية أيفا؟ خرستوفر أبولي. تعرف عني كل حاجة؟ ايه اللي ممكن اعرفه اكتر من كده؟ ما انت كويسة وزي الفل اهو. مش جايز يكون ليا ماضي ما يريحكش. كفاية ان اسمه ماضي عشان انساه. نعيش الحاضر والمستقبل. مستقبلك في انك تلاقي بنت اوروبية غنية تتجوزها. هي دي اللي ممكن تخلي حياتك مستريحة. مش واحدة فقيرة وعلى قد حالها زي حالاتي. الله! كل شيء ممكن يتباع وينشري الا الحب اللي في القلوب. مرة قريت في كتاب ان الغربة والوحدة بتخدع القلب وتوهمه بالحب من غير ما يكون موجود. حنان، انا من اول يوم شفتك فيها على المركب حسيت ان كل حاجة فيها متلخبطة. كنت بالنسبة لي نجمة في السماء مسموح لي اشوفها من غير ما اوصلها والمسها. ولما لقيتني جنبك على الارض بقيت اسعد مخلوق في الدنيا. عشان كده ترجيتك انك تقعدي واتمنيت من ربنا انك توافي. وديني قعدت وديني تاني بترجاك انك تتجوزيني.
وبرضه بتمنى من ربنا انك انت توفي. الله، ليه الدموع طايف؟ وانت كمان بالدمع. حلو الجواز مش كده؟ ها؟ جواز حلو على فكرة، جواز جميل. الراجل ده زل عندنا. بكرة الصبح ننزل على السفارة ونكتب الكتاب ونعلي الجواب وابعت افرح امي وابويا، وانت كمان تبعت لاهلك وتقولي لهم ربنا وقعني في الواد اللي هو. مش كده امال حيلك؟ هي دي كمان هتاخدها قفش؟ مش قلتلك يا قفش هنا يا تقفش نهايه؟ الكلام ده عن الدنيا مش عني. النهارده انت دنيتي وكل حياتي. المهم في بكره مش النهارده. بكره هنعمله احنا بايدينا. انا بكفاحي وانت بجمالك ورقه قلبك اللي ملهاش مثيل. وانا كل ما ربنا يفتح عليا بكلمتين تقومي تعيطي؟ انا كده طول عمري كل ما افرح واكون سعيده اعيط. بالطريقه دي بقى هتعيطي طول عمرك، لان انا اساعدك على طول. قومي يا جميل، ده نتاخر ويرفضونا. حنان، 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 عزيزي ممدوح، كم كنت أتمنى أن أبني معك الأمال الحلوة التي عشناها، ولكن طريقي غير طريقك وحياتي غير حياتك. مع خطابي مبلغ ضئيل أرجو أن تقبله، ورجائي ألا تبحث عني أو تحاول أن تراني. أنا بالنسبة لك امرأة بالعنوان. الحمد لله على السلام، ألف حمد لله على السلامة يا ضنايا. جرى إيه يا أم ممدوح؟ سيبي الواد يستريح شوية. أعمل إيه؟ مش مصدقني عشت وشفته داخل عليا من باب تاني. يا حبيبي يا ابني، ده أنت ليك وحشة كبيرة أوي. البيت من غيرك ما كانش له حس. الحمد لله، ربنا كريم. عارف إن إحنا غلابة ومحتاجين له. أيوة يا أخويا، محتاجين له جنبنا يا ضنايا. أما أروح أعمل لكم الشربات. أنا قلبي بيقول لي إن في حاجة كبيرة هي اللي رجعتك. حاجة ايه بس يا بابا؟ والله مش عارف، شايفك كده مهموم وحزين مش زي عوايدك. راجل راجل راجل، خليك فين ممدوح؟ دوخة حبيبي ارمي، تعالى تعالى هنا دوخة حبيبي ارمي. ازيك انا؟ ازيك؟ استنى بس خدت، استنى اقعد. تصدق بالله ما صدقتش ماما لما قالت انك رجعت. ماما قول دلوقتي ماما، انت ليه انت مصدق امك؟ ابقى طول عمرك لسانك طويل حتى لما رجعت من اوروبا. استنى بس خدت. يا اخويا سيبك من اوروبا، بلا اوروبا بلا وجع دماغ. لكن قول لي ايه اللي رجعك من اوروبا؟ انت ضربت هناك ولا ايه؟ اشتقت لكم يا اخي وحشتوني. اشتقت لنا؟ انت شاتل الفقر يا فاعل. يا اخويا ما تقولش كده على الواد. يا ستي سيبيه، ابني خالته بيهزر معاه. ولا يهمك انا، ما تشيليش هم خالتي،
انا من بكره هشغله معايا في مطعم اللوكاندا. انا دلوقتي ليا كلمه هناك تقلب الكوسه بتنجان. انت اتجننت في عقلك يا زغلول؟ عايز تشغله جرسون بعد ما خد بكالوريوس التجاره؟ تكونيش فاكره يا خالتي ان ابنك في بلاد بره كان هيشتغل رئيس مجلس اداره ولا امين شرطه اسم الله؟ ده بالكتير معروف يعني، يا بياع جرايد يا غاسله للاطباق. ولو اشتغل في المير ان شاء الله هيبيع هدومه. يوه امال هو خد الشهاده ليه؟ استنى جوز خالتي عشان يتجوز بيها. اصل اهالي بنات بتوع اليومين دول مخهم متاخر 50 سنه لورا. اسمع يا ولد انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى انا اقعد هنا على جنبك. اتفضلي يا اختي زيكم تمام. يا اخويا اسم الله يا حبيبي ربنا يخليك ليا يا رب. سيبي الواد بقى احسن اتهالك. وحشني يا اخويا وحشني. ايه انتوا ما عندكوش غير رغي، غير قوام طفايات السجاير بسرعه. حافظ اللي قالك عليه احسن، انت مجنون ودماغه طائق. كل عيش كل عيش. حد يبصبص للزباين كده، افرض المتر شافك وانت بتبحلق في المية كده قوي، هيقول لك ايه؟ هي هي مين؟ هي زغلول حنان. اسكت يا اخي، خلي امك تزورك المشايخ ولا تعمل لك زار ولا تعمل لك حجاب ولا حاجة، كل ما تشوف واحدة تقول هي هي هي. بقول لك هي زغلول. انت ايه؟ التانية فقيرة وعندها شغلانة على قدها. الحكاية فيها سر، أنا راح أكلمها. تعال، وأنت مندوحة، عشان كل عيش يعني، كل عيش. ايه واقفين ترغوا في الشغل؟ اطلع بالسيرفيس قدامي. اطلع بالسيرفيس. اطلع. يلا رب البيض. ده انا ما صدقت شغلتك يا اخي. والنبي يا حاج عشان خاطر الوادي سامحه. بشرفي لن اطالب الا باعدامه. انا المتر اوزوريس ابن منفيس يتعمل فيا ده كله بعد خدمه 19 سنه. يا حاج اوزوريس ده ظروفه الاجتماعيه قاسيه. ظروف ظروف ايه يا استاذ؟ ده انسان مخبول. تصور ان ابوه ساب امه واتجوز واحد غيره. إيه؟ ايوه دي امه قاعده ب 11 عيل يتمى مالهمش غير ممدوح وربنا. البلوى ده بيجري على 11 عيل. عيال يتامى فوق بعضيهم كده، يتامى غلابه. وكلهم نيله زيه؟ ابدا دي عيال مبروكه، دعوتهم مقبوله، على فوق على طول صواريخ. يا ساتر يا رب. امال انا جاي لك ليه؟ جاي لك عشان احذرك، الواد عتريس اخوه الوصاني اللي تحت التحتاني، لو فاقعك دعوه هيبقى حالك من هنا يجيبوا لك التابوت من هنا. يا ساتر يا رب، خلاص خلاص خلاص، انا هدوس على كرامتي واسامحه، بس على شرط
ينزل يشتغل في المطبخ. بس كده ينزل في المنجم. انا هجيبهولك يبوس راسك. يبوس يا عم عفيس. الله مالك في ايه؟ انت بتقول لي ايه؟ ما منوره ايه؟ مش شايف ليه؟ دي تتحط كده تمسكها كده تحطها على الترابيزه. لا ده انت منحوس بقى. الله يخرب زينك. روح جوس على راس اوزوريس ابن منفيس. انا مش منقول غير لما اعرف ايه حكايتها بالظبط. مالكش دعوه بيها، انا نيابه عنك هتابعها، هعرف خطواتها، هجيب لك عنوانها، هجيب لك قرارها. اتفضل اتفضل. كان يوم اسود، كان يوم اسود يوم ما شفتك. البلد فيها 21 مليون ست، امي ما لقتش غير امك عشان تبقى اختها وانت تبقى ابن خالتي. ما انا منحوس. انت جيت من شويه وقاعد في الضلمه ليه؟ الظروف بتحكم. مالك متضايقه ليه؟ لا ابدا. معلش انا عارف الناس اللي انت خرجتي معاهم دول دمهم تقيل. ما تاخدش في بالك، انت عارفه ظروفي. وضعي في المجتمع ما يخلينيش اقدر اظهر كتير في اماكن عامه، وطبعا مش معقوله احبسك في البيت. ما يطوعنيش قلبي. قلبك قلبك ده بيكره ناس كتير قوي. حنان عزت بينادي العواطف. تعبانه. تعب ده ما انس معاكي من يوم ما رجعتي من السفر يا حنان. وايه دخل السفر في كده؟ مش عارف، مناخيري شم حاجه كده مش عجباني. انت دايما بتشك في كل حاجه والشك بيعذب. العذاب والتعذيب دي لعبتي انا يا حنان. انا منتظر الجوع. احكوا معي احكوا مع حرام. يعني كانت بتتسلى بيا. شوف يا ممدوح يا ابني، ولاد الزواج دول لهم هوايات تفلق. انا بكره هعدي عليها وهرملها فلوسها في وشها وافهمها يعني ايه كرامه ابن البلد. جدع على، ولو جدع بقى كلها قلمين وشدها من شعرها زي بطل فيلم الشرشيح. فيلم ايه؟ الشرشيح. اي خدمه؟ هو في ميتم هنا ولا ايه؟ ولا انت بتشتغل هنا؟ ايوه. مين يا محبوب؟ واحد يا فندم بيعمل معايا تحليل. انت مين وعاوز ايه؟ ممكن الاول افهم مين سيادتك؟ للمرة التانية بسألك انت مين وعاوز ايه؟ وانا للمرة التانية والاخيرة بقول لك مين سيادتك؟ بلاش قلة ادب يا ولد. انت كامل! انا عايز حنان هانم. حنان؟ عايز حنان ليه؟ ده موضوع خاص من ساعة ما كنا مسافرين سوا. مسافرين سوا؟ الحمد لله على السلامة يا ابني، أهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل يا ابني، اتفضل. 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 اتفضل يا محمود، هات واحد ليمون للاستاذ يبلي بيه ريو. ومع الليمون واحد قهوه ماله يعني فوق المظبوط بشعره عشان الواحد يوزن دماغه. اهلا وسهلا. اصل سيادتك شخطت فيها شخطه بره خلت الواحد. لا معلش معلش، على راي المثل بيقول لا محبه الا ما بعد عداوه. العداوه ليه يا فندم؟ ربنا ما يجيب عداوه. لا ان شاء الله ما فيش حاجه. امال حنان هانم فين؟ الحقيقة حنان مش موجود، بس أنا وحنان واحد. أنت والدها. بالظبط، برافو برافو. أنت إنسان ذكي جدا ولماح، أنا فعلا والدها. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. اتفضل يا جدع، اتفضل. ما يصحش يا عم يعني إيه؟ لا 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 لا، أنت حنان بنتي وأنت صديق حنان، تبقى في معزة ابني بالظبط. فندم العفو، عفو عمي. أهلا وسهلا.
القهوة بقى يا عمي، القهوة أبو حنفي. والله يا عمي سيادتك الحقيقة في منتهى كرم الأخلاق. ميرسي. مع إن اللي يشوفك وأنت بتشخط فيها برا يقول على سعادتك من ضرب اللبانة. ظريف، ظريف أوي. قول لي بقى، احكي لي أنت اتعرفت على حنان إزاي؟ ها؟ هو أنا أصلي يعني قابلتها على المركب. هو أنت؟ الله، هو هي قالت لحضرتك؟ حنان بنتي ما تخبيش عني حاجة خالص، ولو إني أنا أحب أوي أسمع الحكاية دي منك أنت تاني. ها؟ والله يا عمي الحكاية زي ما أنت عرفت بالظبط. يعني حنان هانم فهمتني إنها بنت فقيرة وعلى قد حالها زي حالاتي، فرحت بيها موت، حبيتها، لا حبيتها جامد، أنا أقول لك الحقيقة، حبيتها جامد قوي قوي قوي. قضيت أنا وهي أسبوع، كان حتة أسبوع، أسعد أسبوع قضيته في حياتي، والله يا عمي، عارف يا عمي؟ هي اللي اتمنت إنها تكون شريكة حياتي. والله يا عمي. عظيم، هدف نبيل، جواز ابني نص الدين، ومفيش أحسن منه. كمل يا ابني، كمل، كمل. فجأة بقى هي يا عمي اختفت، عشت أيام سودة وهي مش معايا. لغاية ما رجعت بقى وشفتها امبارح صدفة. وشفتها فين بقى؟ شفتها تتعشى امبارح في الأوتيل. وأنت كنت في الأوتيل؟ لا، أنا أصلي بشتغل هناك يعني. هي نعم شغلانة مش قوي، إنما أنا عندي مؤهل جامعي برضه عمي. عظيم عظيم، ده انت نموذج من الشباب المتطور، وانا يعجبني قوي الشباب اللي بالشكل ده. انت قلت لي اسمك ايه بقى؟ اسمي ممدوح يا فندم، ممدوح احمد عبد الرحمن. انا ام اكرم يا ممدوح، اهلا وسهلا. وطبعا انت دلوقتي جاي تخطبها مش كده؟ لا لا، اخطب ايه بقى؟ هي فين وانا فين يا عمي؟ هي اصلا كانت ادتني قرشين عشان تساعدني في الغربه، فانا جاي عشان ادهم لها. وبعدين كنت عايز اقول لها كمان، اي نعم انا فقير بس عندي كرامه وعزه نفس. مش انا مظبوط برضو عامي ولا ايه؟ من حقك، من حقك يا ممدوح. عظيم، انا شخصيا يا ممدوح قلبي اتفتح لك بشكل فظيع. انت بتحبها اكيد، بتحبها. انا عارف بنتي حنان جميله وتتحب. تعالي يا حنان، تعالي سلمي على ممدوح. معلش يا ابني، اصل البنات دايما كده بتتكسف قدام ابهاتها، لكن لما بتبقى لوحدها بتبقى يا حفيظ يا حفيظ. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي عشان ارجع لك فلوسك. مبروك، الاستاذ ممدوح خطبك، وانا شخصيا خدت تليفونه واسمه علشان ابقى اسال عليه. لا لا، اطمن اطمن يا استاذ ممدوح جدا، احنا ما يهمناش الغنى ولا الفلوس، ولا احنا كل اللي يهمنا الاصل والاصول، ناس طيبين. لا اطمن، اطمن قوي يا ممدوح، وانا هبقى اسال عليك بطريقتي يا ممدوح. مع السلامه. مبروك، بقالك أبين، أب في مصر الجديدة وأب آخر في الزمالك. أنا مش قلتلك مناخيري شم حاجة أنا مش مستريح لها أبدا. أرجوك بلاش تفكيرك يروح بعيد. ويروح بعيد ليه؟ ده شيء واضح وقريب جدا، ده يا دوب أسبوع قضيتوه في حضن بعض. أرجوك كفاية كفاية. والكرامة والعفة والشرف كانوا معايا أنا بس. أنا ما اسمحلكش تكلمني بالشكل ده. ومين أنا أستناها عشان يسمعني أتكلم؟ وأنا علمتك من زمان إني ما فيش صوتي على صوتي أبدا. اتكلمي.
وليه؟ ايه اللي حصل بينك وبين الولد ده؟ والله ما حصل حاجة، ما حصلش حاجة. كذابة كذابة. تليفوني يا ممدوح. عشان انا واحده ست. لا شيخ. الو الاستاذ ممدوح؟ ايوه انا صديقه حنان. اه هي مش قادره تكلمك، لكن في حاجه مهمه عايزه تقول لك عليها. هي هتهرب الليله من عزت، وبتقول لك استناها بكره الساعه 5 في الفجر في اسكندريه في العجمي. بس العجمي ده كبير، ثاني حته بالظبط عندي كيلو 35. طيب بس ما عجبش سيرها لحد. مع السلامة. Blood pressure on 30 over 90. Pulse? 90 per minute. Pupillary reflex? Normal. Babinski? Absent. Suspected PC. Most probably. فيش اشتباه يكون عنده ارتجاج في المخ، وهنضطر نخليه تحت مراقبة 48 ساعة. لو سمحت لك عشان تعمل كده. بيهلوس باسمها طول الوقت. بصراحه جوز خالتي، هقول لك الحقيقه يا خالتي، ممدوح حب من فوق، من فوق قوي، يا ريته كان حب من تحت زينا كلنا. انا خايف على ممدوح. لا حول ولا قوه الا بالله، قلبي كان حاسس من يوم ما رجع. طب والعمل يا ابني؟ انا هتصرف. خدمة؟ عايز حاجة حضرتك؟ أنا زغلول ابن خالتي ممدوح. وعايز إيه؟ أصل ممدوح في المستشفى، طصته عربية وهو جاي معاد حضرتك. معادي أنا؟ أنا هو من ساعات بعت لي واحدة صاحبتك ضربت له تليفون وحددت له معاد. أنا؟ أيوه، حتى بالأمارة المعاد كان في الفجرية. هما الأغنياء بينسوا زينا ولا إيه؟ وهو عامل إيه دلوقتي؟ لا كويس. لا ممدوح كويس. رجله اليمين حلوة أوي ما شاء الله. رجله الشمال تلات أرباع. ممدوح من غلطي. وطول ما أنا في المستشفى حنان 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 حنان. أرجوكي روحي له عشان خاطري أرجوكي. لو تعرف قد ايه خايفة عليك وقد ايه بحبك. أنا سلامتك يا ممدوح.
ما تظلمنيش يا ممدوح، انا ما كدبتش عليك لما قلت لك اني قضيت معاك اجمل ايام عمري كله. انا بقالي سنين مش ملك نفسي، صدقني. والدك؟ مش والدي، جوزك. اهلا يا حبيبتي. ايه الاخبار؟ طمنيني. كله تمام. اربع مكانات في المصنع شغالين والخمسه بيصلحوها، وكل الطلبات سلمناها في موعدها. طيب عادي، كنت خايف لاسمي ينتهي في السوق. عيب يا بابا، ده انت وراك رجاله. الله ينعل ابو العيال. تعبتك معايا يا حبيبتي. ولا تعب ولا حاجه، بدليل ان النهارده رحت النادي وقعدت ساعه بحالها العب تنس. والله يا عيال فيتك راحه تلعبي لي تنس وانا قاعده في البيت عماله بذاكر. عشان حضرتك عندك شهادة السنة دي. يعني حرام لما تفك عن قلبها شوية، دي بقالها سنة شايلة الهم. أنا بضحك معايا يا بابا. ربنا ما يحرمنيش منكم. ولا منك يا حبيبي يا بابا. في ناس بتسأل على حضرتك يا بيه. ما قالوش مين؟ بيقولوا من الحكومة. خليك أنت مرتاح يا بابا، أنا هشوف مين. أيوة يا فندم. أمال سيد بيه فين؟ أنا بنته، أي خدمة؟ كنا عاوزين نقرض الفيلا ومحتوياتها، ونروح المصنع نعمل له معاينة ونقرضه هو كمان. ليه؟ في أمر بوضع جميع ممتلكات سيد بيه تحت الحراسة. تحت الحراسة؟ ليه؟ أنا عملت إيه؟ أنا راجل طول عمري في حالي، ما حبتيش غير مصنع صغير، فاتح بيه 50 بيت ل50 عامل، ولا عمري عندي فلوس في بنك، ولا عمري عملت حاجة بطالة. في تعليمات من فوق يا سيد بيه. عند علاجنا. اقرضوا البيت. يا حبيبي يا بابا. الحقيقة يا بنتي انتوا صعبانين عليا. احنا مظلومين، بابا طول عمره راجل شريف وعصامي. فعلا يا بنتي، سيد بيه طول عمره راجل شريف وعصامي وفي حاله. طب ليه بيعملوا فينا كده؟ اسمعي، انا هسيبكم الليله تباتوا في الفيلا، وهتحمل المسؤوليه على نفسي. تعالي لي بكره المكتب، يمكن ربنا يسهلها واقدر اساعدكم. اتفضل. ازاي صحة بابا النهارده؟ والله لسه تعبان، الصدمة كانت شديدة عليه. والله أنا مقدر. شوف يا بنتي، أنا بحثت بجذور الموضوع، لقيت إن الحل كله في إيد عزت بيه. عزت بيه؟ اللي كلمني في النادي؟ أيوه. يظهر انك زعلتيه، مع انه راجل طيب، كلمه توديه وكلمه تجيبه. ده انا يا دوب قابلته مره واحده في النادي. روحي يا بنت ترجيه، استسمحيه، يمكن يلغي القرار. يلا اسمعي نصيحتي، انا قلبي عليكي. بس والله يا فندم انا ما زعلته في حاجه. اصل هو راجل لعيب، لعيب قديم، وخد على خاطره شويه. هو بيلعب تنس؟ لا،
بيلعب كرة قدم. شويت من الدرجة الأولى. عمري ما في شوطة خيبت منه أبدا. طيب أروح له. أهلا أهلا. أنا جاية لسيادتك في موضوع حضرتك عارفه. أنت رياضية وعارفة إن الدنيا دي ماتش كرة. فيها المكسب وفيها الخسارة. أنا بقى الحكم اللي ماسك الصفارة اللي يقول كده مكسب كده خسارة. بس الحكم لازم يكون عادل. المصلحة القومية فوق كل شيء. يا فندم احنا ما عملناش حاجة تستحق كل ده. ازاي؟ بقى تهزقي الحكم وتكسري بخاطره وتقولي لي ما عملتش حاجة؟ دي جريمة لوحدها تستاهل الطرد من الملعب. علشان كده عايزين تطردونا من بيتنا وتاخدوا المصنع اللي عايشين منه؟ أنا بنفذ قانون الملعب. كل اللي حصل ده من سلطاتي. أو بمعنى أدق جزء بسيط قوي من سلطاتي. بس أحب أقول لحضرتك إننا مش هنسكت وهنشتكي لأعلى ناس في البلد. الشكوى حق مكفول لكل مواطن. وأنا أحب نلعب سوا ونشوف مين فينا هيكسب. ولعلمك أنا عندي قدرة ما حصلتش في تسجيل أهدافي. حرام عليك تعمل فينا كده. ثم أنا ما كنتش أعرف حضرتك أما كلمتني وافتكرتك أي حد بيعكسني. فعليك عرفتي. كلميني كويس بقى. اديني ريحة. لا لا في عرضك. انا ما استحملش ابدا ست تعيط قدامي. انا قلبي ضعيف وخصوصا لما تبقى ست حلوه ورقيقه زي كده. انا بعتذر لحضرتك وارجوك تسامحني اذا ما كانش عشان خاطري انا، عشان خاطر والدي المريض. مريض؟ بشرفي ما كنت اعرف. بقاله اكتر من سنه وهو راقد في البيت. لا سلامته سلامته الف سلامه. انا مستعد اسفره الخارج وعالجه في اكبر مستشفيات في العالم على حساب الدولة. كتر خيرك. بس ارضي انت عني. وخصوصا انا قصدي شريف. مش فاهم. افهمك. اما راجل يلاقي ست حلوة كده وجميلة ويبقى قصده شريف، يعني يبقى قصده ايه؟ قصدك تجوزني؟ تقريبا كده بس في السر من غير زيطة وزنبليطة. يا راجل في مركزي لما يبقى جوز اتنين بالتالي يبقى شكلها وحش، مش كده؟ اللي بتقوله ده مستحيل، ده جريمة. يا ساتر، ما كنتش أعرف. عن إذنك. لحظة من فضلك، ما تنسيش إن الكورة لسه معايا والماتش اللي بيني وبينك قائم وهيفضل قائم ومش هينتهي لحد ما تيجي وتقولي لك ثلاث كلمات أنا بحب أسمعهم أوي. أنا تحت أمرك. مع السلامة. مع السلامة يا حلوة. بابا إيه اللي حصل؟ رضونا يا بنتي. اسمحي. في إيه تاني؟ مفاتيح العربية. دي عربيتي. محطوطة في كشف الحراسة. مش ممكن أديكم مفاتيح العربية. اديهم يا بنت اللي هم عايزينه. العربية مش هتكون أهم من اللي راح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. Thank you.
تكليش ليه؟ الملح زيادة شوية. محمود أفندم، يبقى راجع راضي الطباخ ده السجن وشوف لنا واحد غيره. حاضر. حبيبتي أنا طالع مهمة سرية كده لمدة أسبوع، ما نفسكيش في حاجة سرية كده أجيبها لك معايا؟ كتر خيرك. طيب أرجوكي تتفضلي وتتكرمي وتقبلي الهدية البسيطة دي. إيه ده؟ دي إشارة الصليب الأحمر، بقدمها لك هدية مقابل مجهوداتك وإنسانيتك بالنسبة للمرضى والمصابين وترددك على المستشفيات. قصدك إيه؟ أنت عارفة قصدي كويس جدا. أنا كنت مضطرة أروح أزوره، أولاً عشان أطلب منه يبعد عني، ثانياً لأن رجالتك هم اللي عملوا فيه كده. أنا كان قصدي أريحهم من الدنيا وما أتعبها. يا سلام على قلبك الطيب. الولد ده عاطفي بطبعه، تصوري بقى أنت مدى المعاناة والعذاب اللي هيعيشه، لأنه مش قادر يوصلك ومش هيقدر. مش الراحة له أفضل؟ أرجوك مالكش دعوة بيه خالص، وأنا وعدك إنه لا هيشوفني ولا هشوفه. والله بالشكل ده تبقي خدمتي وخدمتي نفسك وريحتوني معاكم، لأن أنا الأيام دي كده ما عنديش مزاج ألعب ماتشات حبي. لأ، في صحتك، العقل كويس. ما احناش فاضيين، ورانا شغل. مبروك يا كلب، خلاص ممدوح هيخف. هي دي يا زغلول اللي هو بيحبها؟ لا، دي واحده شباب. هو انت يا زغلول ما تتكلمش جد ابدا؟ تعالي، رايحه فين خالتي؟ رايحه ترجعها وابوس ايديها واقولها ما تبعدش عنه. يا ساتر، زي اختك تمام، زي بابا، فوله واتقسمت نصين. عمر الحب ما يكون عايز وصل، مفهوم ولا مش مفهوم يا خالتي؟ تعالي يا حبيبتي اقعدي بس، اقعدي اهدي اهدي بس، اقعدي يا خالتي. اتنين بيحبوا بعض هنتجسس عليهم عيني. ايه اللي هناك ده؟ Oh.
الورقة خلصت. بحبك. بحبك. مش قد يا ممدوحة. أيوه خد بالك من الحقنة دي بقى. أيوه دوحة. استنى يا خالتي. استنى. أنا وسهلا يا دكتور. أنا وسهلا. إزاي أنت بص على المرضى بالشكل ده؟ لا أصل المريض اللي جوه ده بتاع. نعم؟ بتاع أنا أمه، أنا أخ الأخ وأنت وأنا وأنت وهي أنت بتلخمني ليه؟ أنا ترى اللي جايب له الدواء. نورت بيتك يا ابني. بس مش كانوا سابوه كام يوم كمان في المستشفى عشان نطمئن عليه؟ أنا كويس يا ماما. اهلا وسهلا، اتفضلي يا ست هانم، اتفضلي. اهلا وسهلا. انا كويس. والدي اهلا وسهلا يا بنتي، اهلا وسهلا. البيت نور. كزوزه يا ام ممدوح. الكزوزه مش كفايه. طب شربات يا ام ممدوح. والشربات كمان مش كفايه. طب كزوزه وشربات يا ام ممدوح. وحياه النبي، لو نعرف ان حضرتك جايه النهارده لكنا فرسنا الحاره كلها رمله. متشكرة قوي. يا اهلا وسهلا، عن اذنك. اتفضلي. عن اذنك يا بنتي. اتفضلي. اتفضلي. شفتي بيحبوك ازاي؟ انا كمان حبيتهم قوي. انما قولي يا استاذ، انت ازاي تهرب من المستشفى من غير ما تقول لي؟ انا ما عرفتش، هم اللي طردوني. انت عرفتي تيجي هنا ازاي؟ خدت عنوانك من المستشفى. عارفه انا لو اعرف ان خطه العربيه هتجيبك هنا كنت كل يوم اتخبط بعربيه. لا لا لا، وعلى ايه؟ نتقابل من غير حوادث احسن. اتفضلي يا بنتي. لا معلش، استاذن انا بقى. ما بدري، اصل عندي كم مشوار بخصوص المصنع. ده احنا كان نفسنا تقعدي معانا النهارده تاكلي معانا لقمه. معلش الايام جايه كتير. طب ده احنا فيها، ايه رايك تتغدي معانا بكره؟ بكره؟ مش عارفه. هو اللي هتجبري بخاطرنا وتوافقي؟ طب خلاص اتفقنا. متشكره يا بنتي، كتر الف خيرك. استاذن انا بقى. انا هوصلك. لا معلش مفيش داعي، كلها كام سلمه والعربيه تحت. عربيه ايه؟ ده عالم بابا تحت. على الله بس الاقي فرد كاوتش. مع السلامة يا بنتي، مع ألف سلامة. شريف ابنك عرف ينقب صحيح. طبعا واتفتك طالع لابوك. خالتي اهلا يا زغلول. من غير اهلا. مش هي دي؟ هي. الله، هي كانت هنا؟ ايوه هتتغدى عندنا بكره. الله، يعني انا معزوم بكره؟ طبعا يا وش الخير. الله، استنى يا جوز خالتي، طمنا السفر. ايه ده؟ انت مسافره؟ لا، رايحه بيت بابا. ان شاء الله زياره ولا طوالي؟ أرجوك يا عزت، اسمعي مرة واحدة بقلبك وحكم عقلك. أنا من يوم ما عرفتك وأنا بسمعك بعقلي وبقلبي، ومع هذا اتفضلي كلمي. عزت، أنا اديتك كل حاجة في حياتي، ما بقاش فاضل حاجة تانية ادهالك. اعتقني الوجه الله، خليني أعيش اليومين الفاضلين من عمري. عشان الواد اللي هنفوت إياه. انت عندك ستات كتير لكن هو ملوش غيري. انا ولا حاجه في حياتك لكن كل حاجه في حياته. يخسر يخسر كده، تسيب عزت اللي بيحبك. انت ما بتحبش غير نفسك. اللي ملوش خير في نفسه ملوش خير في حد. لو ما سبتنيش في حالي انا هموت نفسي. لا، اللي بيموت نفسه بيروح جهنم. جهنم ارحم من اللي انا فيه. الولد ده شحنك زيادة عن اللزوم. أنا هسيبك تفكري، وأنا واثق إنك هترجعي لعقلك، وهترجعي عشان تقولي لي الثلاث كلمات
اللي انا احب اسمعهم. انا تحت امرك. عمري ما هقولهم تاني حتى لو كانت حياتي هي الثمن. كده اعملي اللي يعجبك، بس المشي هيبتدي من ساعه خروجك من الباب ده. ما بقاش يهمني، حطني تحت الحراسه تاني اذا كان ده يريحك، وتاكد اننا هنعيش، مفيش حد بيموت من جوع. مش حراسه، لا انا هلعب الماتش ده بطريقه جديده خالص. اعمل اللي يعجبك. ما تغديني احسن، معاد الشغل قرب وهتسوي حل. يا اخي استنى شويه، دايما فجعان كده. مش انا اللي فجعان يا بس خالتي، ده عصافير بطني. اكيد هي. يبقى ضمن الاكل، ضمن الاكل. وانا ممدوح عايز اقول لك حاجه، خليك حامش اول ما تدخل القلمين وشدها في شعرها على طول، وفهمها ان التاخير من غير سبب قله ادب. ايوه انا. انا منى اخت حنان. اهلا وسهلا، اتفضلي. لا معلش، اصل حنان في البيت تعبانه شويه وبعتتني عشان اعتذر لكم، وبتقول لك انها اسفه وتعدي عليها بكره ضروري في المصر. انا خايفه عليك مني. عزه تهوش مره وانتصر، انا متاكد مش هيقدر يعملها تاني، بس ما تنسيش حاجه، انا واقف جنبيك. اي نعم لا قيمه ولا مركز، بس بحبك. وشوفي بقى الدوح لما يحب، ده النهار اسود والنايل. هترجع شغلك امتى؟ لا طمني، وانا جاي لك عديت عليهم لقيتهم استغنوا عن خدماتي. بتقول ايه؟ ولا يهمك، دول حمير، هما اللي خسرانين. طيب ايه رايك تشتغل معايا هنا في المصنع وتساعدني؟ كلام رجاله؟ لا ستات طبعا. ما تيجي بقى تكملي جميلك ونكتب الكتاب علشان ننفذ اللي احنا اتفقنا عليه. ايه هو اللي اتفقنا عليه؟ ما مش اتفقنا هنجيب 12 عيل؟ لسه فاكر. حد ينسى احلى ايام عمره؟ بس انا ليا شرط. ايه هو؟ نقضي شهر العسل في نفس الاماكن اللي كنا فيها. طبعا. وناخد معانا الكيسين اللي كنا بننام فيه. لا، المره دي هناخد كيس واحد بس. ممدوح، ايه يا ممدوح؟ ايه في ايه؟ ابوك ممسوك في النيابه ويحققوا معاه. اعترف بايه بس يا سعاده البيه؟ ده انا مظلوم والله مظلوم. المخزن بقاله معايا عقده 22 سنه عمره ما حصل فيه نقص. امال المره دي العجز اللي جه مخزنك يا راجل انت جه شيطاني؟ يا سعاده البيه، الجرد اللي حصل ده ما كانش على اصوله ابدا. دول طلبوا مني المفاتيح وطلعوني بره. وبعد كده قالوا ان ناقص. معنى كده انك بتطعن في نزاهه اللجنه. وبما ان اللجنه من الحكومه يبقى معناها انك بتطعن في نزاهه الحكومه، وبما ان الحكومه بتمثل النظام يبقى انت بتطعن في النظام كله. انا والله ما طعنتش في حد والله. وديك بتكذبني. قررنا حبس المتهم اسبوع على ذمه التحقيق. خده. مظلوم والله. فريق يا ابني فريق. انا متاكد ان هما فريق، اكيد في حاجه غلط، بكره تبان ان شاء الله. خلي بالك من والدتك واخواتك. مش قلت لك اننا مش قده؟ هو مين؟ عز. ايه دخل عزت في كده؟ رفدوك من شغلك ولفقوا قضيه لوالدك ولسه مش عايز تصدق. من حقهم انهم يرفضوني، لان اول 3 اشهر الموظف بيكون تحت الاختبار وعرضه انهم يستغنوا عنه. قضيه والدي غلطه في حسابات المخزن، بكره تبان وتظهر براءته. طب يلا روح عشان تطمن والدتك واخواتك.
روحي انت، انا هتمشى شويه وبعدين اوصل للمحامي. الترمال راح شبرا منين يا ولا؟ يا اخي قول نوبك ثواب كتكنيل انت وهو، وانت زي البغل بغل انت وهو. حقوني العالم التراب الجاكيتة العصاية. بتتنفس دلوقتي يا فندم. مش عايز اي غلط المره الجايه. اتفضل. حاضر. هنا السيد عبد الحميد يا فندم. هي دي؟ ايوه يا سعاده البيه. ربنا ينتقم منك يا مفتريه. في ايه حضره الضابط؟ يا خرابي كمان بتستعبطي؟ مش عارفه عملت ايه بيه؟ انت اخدتي اللي واقفه جنبك دي لشقه الجماعه عزاب؟ انا عمري ما شفتها. يا لهوي يا لهوي، وكمان بتكدبي؟ عاملينك يا مجرمه. اسكتي انت خالص. اسكت ازاي يا سعاده البيه؟ اذا كانت هي اللي ضحكت عليا وخدعتني. قالت تعالي معايا نزور واحده صاحبتي وهنمشي على طول. ولما رحت هناك اتحججت انها تنزل تعمل تليفون وترجع بسرعه. اتريها اتريها يا سعاده البيه كانت بتدعني اللي في الشقه. والله ابدا انا عمري ما شفتها في حياتي. انت بتكذب. انت متهمه بالتحريض على الدعاره. انا مش ممكن، انا ما اعرفهاش ما اعرفهاش. طب انت للواد اللي كان في الشقه. انا نزلت من البيت رحت الجامعه واختي موصلاني بنفسها وحضرت كل المحاضرات حتى سالوا زمايلي. تعرف البنت دي؟ ايه اللي اعرفها؟ ما هي دي اللي جابت لي البلوى لحد البيت. جالك كلام يا سعاده البيه؟ حتى ده كمان عمري ما اعرفه ولا شفته. دلوقتي عمرك ما تعرفيني ولا شفتيني؟ شاطره بس تصحيني من النوم وتقولي لي جايبه لك هديه. هي دي بقى الهديه. شوفي يا بت، بدل التمثيل اللي بتمثليه ده اعترفي احسن وخلصيني. اعترف بايه؟ انا ما اعرفش حاجه. اعرفه بلاش افوت. اختي بريئة وحضرتك والاساتذه عارفين قد ايه سمعتنا كويسه. ما تحاوليش يا بنتي تقنعيني ببرائتها لان القضيه مش في ايدي. انا عميد كليه وبس. وانا يعني اذا كنت بعتلك فده علشان تعرفي ان مستقبلها في خطر اذا القضيه ثبتت عليها.
طبعا يعني في الحاله دي الكليه هتفصلها ومستقبلها هيضيع. صدقت بقى اننا مش قده؟ حنان لازم نفكر بهدوء. نفكر في ايه تاني؟ رفدوك من شغلك وانت مظلوم، والدك في السجن وهو مظلوم، واختي مستقبلها هيضيع وهي مظلومه. هو ده عزت اللي انت ما تعرفوش، وهو ده جبروته اللي مالوش حدود. ارحمي نفسك طيب. ارحمني انت وسيبني في حالي، وكفايه اللي جرالك وجرالي. اللي جرالي مش مهم، لاني بحبك. لسه هتتكلم تاني عن الحب؟ مش قلت لك ان خلاص ملوش وجود في حياتنا؟ الحب عمره ما يموت، المهم الصبر والامل. يا ريتك سمعت كلامي وصدقتني لما قلت لك ان طريقي غير طريقك، كنت وفرت عليا وعليك مشوار طويل ملوش نهايه. ان شاء الله جاي تتكلم في الشبكة والمهر ولا في ميعاد الجواز؟ لا لا، انا في الحقيقة لقيتك بتدور عليا وعمال بتبعت لي في مراسيل واحد ورا الثاني، قلت اجنب نفسي، خصوصا وانا كمان عايزك في موضوع عظيم. عظيم ما كفاية كده؟ ها بس يا ابن فحان. يا ابني انا طول عمري في حالي، ما بتعرضش لحد ابدا. كل اللي بنقاسيه النهارده بسببك. يا انا قوي للدرجه دي؟ ما كنتش اعرف. صدقني صدقني انت لما اقول لك انك مهما افتريت مش هتكون اقوى من ربنا. في ناس كتير قبل منك افتروا بس راحوا اداسوا بالرجلين. كلمة زيادة لا. الكرسي اللي انت قاعد عليه ده مش هيدوم. فكر في يوم القيامة. قيامة؟ ده اليوم اللي هنقف فيه كلنا من غير كراسي. ومن غير محاسيب. شوف بقى، أنا صايع قوي ما وريش أي حاجة. فبدل ما نط لك كل شوية وأعمل لك قلق، تلينها والنبي. ها؟ فوتك بعافية. يا عمي. الشاب ده اعصابه تعبانه جدا، خدوه عالجوه تكسبوا فيه ثواب. سيادتك ما تعرفيش ممدوح راح فين؟ لا اصله ما جاش البيت من امبارح. ما جاش؟ ليه؟ مش عارفين، مش عارفين. يا ترى انت فين يا ابني؟ يا ترى انت فين يا ابني؟ ما تخافيش، ممدوح بخير هيرجع لكم. Thank you.
وبين ممدوح. أمر ولا رجاء؟ توسل. عظيم عظيم. مشكلة ممدوح وأبو ممدوح وأختك والمصنع دي كلها مسائل بسيطة جدا وممكن حلها بسهولة، بس أسمع منك التلات كلمات اللي أنا بحبهم. أصلي بحبهم أوي أوي. أشوف ممدوح الأول. عظيم. واطمن إنه عايش. عظيم. وإنه هيرجع لأهله. عظيم. عرفت من مين ان انا هنا؟ مش مهم عرفت منين. هو هكون رحت له. مش لازم نضعف ابدا. هيخرجوك دلوقتي ممدوح. بقولك لو كان تمر خروجي هو عذابك، انا مش عايز اخرج. اسمعهم بقى، اصل انا بحب اسمعهم قوي قوي. انا تحت امرك. شطرة وعالة وكده احبك اكتر. هتفضلي قاعدة مكلضمة كده طول السكة؟ مش المهم أكون معاك وبس؟ من غير ما تبوزي. أنت عارفة إن أنا راجل بحب الضحك والفرفشة. أنا مرتب لك مفاجأة هتسعدك قوي. سفرية لليونان على نفس المركب اللي سافرتي عليها قبل كده. بس المرة دي المرة دي هتسافري معايا أنا. أنا ما عنديش استعداد للسفر. مش مهم. المهم ان انا خططت، ولما عزت يخطط مفيش قوه في الدنيا تقف قدامه. فاهمه؟